فالناس اللي كيسولوه اين هو النوع ديال الخروف اللي مزيان نشريه للعيد، فالنوع الاول خصو يكون اما ولد العام ولا يكون ثني، فهمتي؟ الا كان ولد العام ولا ثني، كيفاش ولد العام؟ يعني السنان ديالو كلشي بحال، او لا ثني يكون عنده جوج ديال السنان كبار اللي كيختلفوا على السنان ديال الحليب. هذه المساله الاولى. ثم المساله الثانيه كنشوف النيف ديالو، ها انتما خص النيف ديالو يكون ناشف، ها انتما بحال هذا الخروف هذا النيف ناشف. لو انه الا كانت الخنونه خارجه له من النيف ديالو كتعرف بان عنده مشكل في الجهاز التنفسي ديالو. اللي ثاني كنجي لهنا للعين ديالو وكنقلب، كل ما كانت العين ديالو بيضاء كل ما مزيان، كل ما كانت هذا هذا سميتو الجانب ديال العين ديالو ابيض كل ما مزيان. وكنقول بانه الحمد لله كان هناك اشارات اخرى اللي كتبان في القلب ديال العين ديالو، كنشوفها كيبان ليا بان المصران ديالو واش مزيان، كذلك الكبده ديالو واش مزيانه، وكذلك يعني القلب ديالو واش مزيان. ثم باش كنعرف الخروف واش يعني فايق والخروف واش يعني ما مريضش، خصو يكون نشيط. هنا غنقول دابا السي عادي يطلق منه، الى طار راه الخروف تبارك الله صحته الداخليه يعني بلان دينيرجي، عامر هذا عامر طاقه، دونك نقدر نعول عليه والحمد لله الصحه ديالو الداخليه ما كاينش مشكل. السي عادي يطلقوا شوف غير كتلقوا كيهرب، وشو الوقفه ديالو دابا فاش تطلق مازال هذيك التسطيره هنا ديالو بحال شي مسطره، كل ما كان الظهر ديالو مسطر كل ما كتعرف الحمد لله بان يعني كما وراثيا هاد الخروف ممتاز. اذا بالنسبه يعني التكوين الوراثي ديالو تكوين ممتاز وما كاينش مشكل فيه. ثم كاين عندي باش كنشوف واش عاوتاني هز اللحم، كنجيو كنهزو من هنا وكنهزو، الا قديت نهزو راه الخروف خفيف يعني على قد الحال في الناحيه ديال الوزن ديالو في الحمل ديالو، ولكن الا هزيت وكنلقى بان عندي مشكل ويعني صعيب عليا انني نهزو كنقول الحمد لله راه الخروف هز اللحم وممكن انه يوكلني انا وخمسه الناس ولا انا وسبعه الناس ولا انا وواحد وعشرين دما. المساله الثالثه وهو الوقفه الخلفيه. الوقفه الخلفيه كنجي لهنا كنحسب الفقرة الأولى، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كنوصل للسبعة. فاش كنوصل للسبعة هنا الفقرة هنايا كنحط صبعي، كنحط هذا الصبع هذا الصبع الكبير وهذا الصبع هذا، كنجي نحطهم في ديك الفقرة السابعة هي السادسة والخامسة والسابعة كلهم ممكن أنا نشد، كنجي نشد يدي فيهم هنايا إلى الصبع ديالي قاص العظم، الى الصبع ديالي قاص العظم كنقول بان هذا الخروف ما فيه لا لحم ولا حتى حاجه. الى الصبع ديالي ما قدرش يقيس العظم كتقول الحمد لله الخروف راه فيه اللحم.